بطلع شخصية للإنسان إنه عنده ثقة بنفسه، يعني بصير قادر على مواجهة تحديات الحياة. اسمحي لنا مس مديحة، في مفاجأة صغيرة إلك، بس بتقدري تقولي ألو؟ أوكي ألو. هو أنا كنت يعني آخر إشي بإجراءات التقاعد، إني خلاص بدي أتقاعد، فيعني بآخر أسبوع أنا يعني ما حسيت أبداً إنه المدرسة كانوا إيش بينسقوا إنهم بتسووا لي حفلة وداع، حتى أنا يوميها يعني متأخر على المدرسة مش جاية، فكانت المديرة والمعلمات صاحباتي وطالباتي كلهم اجتمعوا مع بعض، والله ما حسيت أبداً أبداً إنه في يعني إنه في تجهيزات أو إشي. بحكي لك يوم ما فاجأوني أنا متأخرة كمان. طب اسمحي لنا أستاذة نشوف الفيديو سوا. طيب مثلا زي ما شفنا الفيديو، نرجع نكمل حديثنا. انت ما كنتي بتعرفي بالمفاجاه، دخلتي كانوا الطالبات والمديره محضرين لك هالمفاجاه، كملي لنا بعدين ايش صار. بس دخلت انا طبعا انا تفاجات، يعني مشاعري انها في مشاعر يعني متفاجئه، في حزن في فخر اني انا يعني هيني اكملت مسيرتي التعليميه والحمد لله، في حب كبير من قبل طالباتي ومعلماتي والاداره، وبعدين يعني قسم من المعلمات اللي انا الكادر تبعنا كانوا طالباتي وصاروا بعدين زميلاتي، فكلهم كانت مشاعرهم يعني جياشة، وأنا تأثرت كثير، يعني احزنت بس ضليت يعني ماسكة حالي، وإني يعني ممنونة إلهم على مشاعرهم وعلى يعني إنهم بحبوني وأنا بحبهم كثير كمان. ودخلت يعني وكانت مفاجأة حلوة والحمد لله. تستحقيها أكيد، والحب كتير واضح بالفيديو. بس اسمحي لي أسألك، كيف كانت بداية مشوارك؟ يعني شو اللي خلاك تكوني معلمة رياضة بالذات مثلا؟ يعني أنا من وأنا صغيرة بحب الرياضة. حلو. وضليت إني باستمرار حتى بالأيام زمان أيامنا إنه على التلفزيون والمجلة الرياضية، وبحب يعني بقضي يعني ثلثين وقتي أنا برا بلعب. ضلي ألعب أنا، يعني ضليت وأنا أصغر وحدة بالعيلة وبيتركوني ألعب على راحتي وهيك. ولما تخرجت من التوجيهي حكيت لهم أنا بدي أدرس رياضة، كان بدهم إياني أداب وهيك، بس أنا صريت إنه بدي أدرس رياضة، والحمد لله درست وأبدعت فيها. ولما تخرجت اشتغلت أول إشي بمدرسة، مدرسة البيان، وعلمت الطلاب، وكثير كنت أنا يعني مرتبطة فيهم ارتباط عاطفي يعني ومع زملائي. وبعدين رحت على طلعت على المدارس الحكومية وتابعت برضو مسيرتي التعليمية والرياضية، يعني كنت إلى جانب الرياضة بكون أم وأخت إلهم، ويعني كنت مبسوطة بحب شغلي أنا كثير يعني. طبعاً أكيد. وهيك صراحة يعني مبين ما شاء الله عليك يا أستاذة. حبيبتي أستاذة، أنت أستاذة بمعنى الكلمة. اليوم برأيك ليش الطالبات كتير بحبوكي أو نحكي بميزوكي غيرك عن المعلمات التانية؟ شو السبب حب الزيادة لإلك؟ يعني بجوز طبيعة التخصص، الناس بحبوا الرياضة، ولا أنا يعني كثير في معلمات بمدرستي أكفأ مني وأشطر مني، بس أنا لإني معلمة كمان رياضة بكون أقرب للبنات، بيحكوا لي مشاكلهم، بشوف بنت يعني متوترة حزنانة بسألها، يعني طبيعة المادة مش إني بدي أضيع وقت، يعني برضو إنه الإنسان بيراعي مشاعر الآخرين، فكنت إيش قريبة إلهم، بعرف مشاكلهم، بحاول أحل لهم إياها، بوقف بجنبهم، بحفزهم، يعني كنت يعني زي أم وأخت كبيرة ومرشدة. أكيد هاي الصفات رح تخلي أي حدا يحبك مهما كان التخصص، ما بيفرق. لا أعتقد يعني أنه سبب التخصص، أنت إنسان بينحب على صفاته اللي هلأ ذكرتيها حضرتك. بدي أسألك كمان، لسه بتتواصلي مع أي من الطالبات اللي تخرجوا من عندك؟ وشو بيكون شعورك لما بتشوفي طالبة من طالباتك نجحت بالمجال اللي هي تخصصت فيه؟
صراحة أبداً أنا بتخرجوا من عندنا بس أبداً ما في انقطاع بيني وبينهم، بضلوا يجوا عندي على المدرسة، في اتصالات هاتفية، في يعني تواصل على الواتساب، على كل إشي بعرفه عنهم، خصوصاً اللي كانوا متميزات عندي بضلني متابعتهم وبضلني أحفزهم يعني. والحمد لله ما شاء الله طلعت من مدرستنا كاتبات، طبيبات، ناس ناجحين كثير، في ناس فتحوا بيزنس ويعني واشتهروا ما شاء الله عليهم يعني. وبضل لحد الآن، حتى اليوم حكت معي مديرة من بنك صفوة بتقول لي أنت مستي بتتواصل معايا. حتى هون كمان لما اجيتي كمان المصور قال لك انت بدرس ميس زوجته ما شاء الله عليكي. طب بدي اسالك هيك سؤال، اليوم في بعض العائلات بتقول لك ما بتحب انه البنت تدرس رياضه، بس بنفس الوقت اليوم في كثير بنات عم بيوصلوا لبطولات، عم بيكونوا بيحصلوا جوائز عده. شو رايك بهذا الموضوع؟ او يمكن الناس اللي عم تحضرنا، العائله اللي ما بتحب انه بنتها تكمل بهذا المجال. شوفي هاي الموضوع هذا انه هي من ابرز التحديات اللي واجهتني. في بنات بيكونوا يعني قديرات وشطورات بالرياضه بس ظروفهم او الاهل ما بيسمحوا انهم يعني بنعمل نشاط داخلي جوا المدرسه يشاركوا فيها، بس انك تطلع برا ممنوع. وبالتالي كانت هاي تحدي بالنسبه لي انه كيف بدي اقنع الاهل انهم يسمحوا لهم يشاركوا، يسمحوا لهم يلعبوا، يسمحوا لهم، لانه يعني هذا يعني بيطلع شخصيه للانسان انه عنده ثقه بنفسه، يعني بصير قادر على مواجهه تحديات الحياه. سمحي لنا مس مديحه، في مفاجاه صغيره لك، بس بتقدري تقولي الو؟ اوكي الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير مديحه الحب. أهلين. هلا، كيفك يا أم موسى؟ هلا حبيبتي، هلا. شو ما عرفتي صوتي؟ زميلتك عبير. عبير حبيبتي. عبير، أنا بدي أحكي عبير بس يعني ما توقعت. حبيبتي أم موسى، حبيبتي، الله يعطيكي ألف عافية يا أم موسى. الله يعافي عمرك. عبير بكون بدي أحكي كلمة تحكيها قبلي، بكون بدي أحكي فكرة بتكون نفس والله بكون نفس الفكرة أنا وياها نفس الإشي، حتى بالزوج بكل إشي أنا وياها نفس الإشي. ما شاء الله عليكم يعني. طب عبير شو بتحبي تحكي لمس مديحة اليوم وهي عم تتكرم كل هذا التكريم الجميل من طالباتها على مر هالسنين كلها؟ والله حبيبتي أول شيء مساء الخير. صراحة أم موسى يعني في أشخاص بحياتنا بنحتار بس بدنا نحكي عنهم، لأنه فعلياً بتحس إنه ما في كلمات بتوصف مشاعرنا. مديحة يعني هي أخت، رفيقة، حنونة، أم، طبعاً مو بس إلي، يعني مديحة بصراحة هي كل شيء جميل في مدرسة الأميرة ثروة. يعني مديحة هي الجمال، وهي اللي بتعطي لمسة الجمال لمدرسة الأميرة ثروة، لزميلاتها، لطالباتها، أو أي إنسان صدف وتعامل معها. صراحة أنا كل فخر وبشكر ربي على نعمة مديحة إنه كانت هي أختي ورفيقتي وزميلتي. تعلمت منها كثير، تعلمت منها كيف أتعامل مع البنات، فعلا مربية وأم. حبيبتي مديحة. حبيبتي الله يعطيك العافية، وإحنا والله نتعلم منك، وأنا والله أقل وحدة كفاءة في مدرستي، أنا مدرسة الأميرة ثروة بعتبر يعني حنا أسرة إحنا بالأميرة ثروة، كل وحدة بتكمل الثانية. شكرا جزيلا لك، أكيد نورتينا اليوم، وهاي المسيرة وهذا العطاء أكيد رح تشوفيه على مر سنين الأجيال اللي أنت علمتيها إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. كيف كانوا، نحكي شوي عن دور الأهل، كيف كانوا يتفاعلوا معك؟ هل تحسي بدعم منهم؟ هل تغيرت نظرتهم للرياضة بهذا الوقت؟ طلعي احنا في يعني البيئة اللي احنا فيها بالبداية مش كثير داعمين، بس بعدين يعني ما شاء الله الأهل في ناعور ومدرسة الأميرة ثروة كثير كانوا يعني المجتمع المحلي داعم كثير للمدرسة. يعني في إحدى السنوات في أب جاب المدرسة كل المستلزمات، أيوة
تبعت الرياضة، فجاب طابات وجاب ملابس رياضية وزبطونا، عملونا صيانة للملعب ودهنوه وهيك دعمونا يعني بطريقة حلوة. شكرا جدا جزيلا أستاذة مديحة، نورتينا وشرفتينا بكرفان اليوم. حبيبتي. شكرا كثير لك.